حسني والرابع أسامة حسني. أبو تريك يدور على متعب، يدور على أسامة، والهدف يا نهار أبيض. الله الله الله. والله أنا بشوف إن أسامة حسني من الناس اللي كانوا ليهم بصمة في النادي الأهلي. ليه؟ هو كان مع ناس عمالقة زي بركات وزي أبو تريكة وزي وائل جمعة، وكان مؤثر جدا، وكان بيعجبني فيه إن هو صاحب أخلاق حميدة، وما كانش بيفرق معاه ينزل الشوط الأول ينزل الشوط الثاني، بس لما كان بينزل كان بيبقى مؤثر ويجيب جون واثنين وثلاثة. كابتن حسام حسني من اللعيبة اللي كانت رأس حربة من الطراز الأول، هداف، يعرف طريق المرمى، مهاجم كبير، راجل يعني من المعدودين في تاريخ الكرة المصرية. يمكن مش كل الناس تفتكر ماتش الأهلي والزمالك 4-3 لما نزل في وقت قليل جلب النتيجة، غير أحداث المباراة. كابتن أسامة حسني من الناس اللي ليه شعبية كويسة جدا جدا، وعلى خلق وله محبة في قلوب الناس. وعايز أضيف كمان حاجة، أنا فاكر له ماتش محترم جامد جدا ما بين الأهلي والزمالك، كان نزل في الشوط الثاني وجاب جون أو اتنين حاجة زي كده، بس مش عارف سنة كام. ولكن كابتن أسامة حسني ليه تقله وليه ثقته في النادي الأهلي. لا انا بتكلمي على مين، كان من النادي اسامه حسني دوت، يعني من الناس اللي كلنا بنحبه. وده انا بعشق الماتش ده اللي جابه في النادي الزمالك، نزل تاني شوط وجاب اتنين جونين. عايز ايه اكتر من كده؟ انت منتظره مني كلام اكتر من كده؟ ابو تريكا، ابو تريكا، اسامه حسني جول. كابتن اسامه داعم لينا جدا في قطاع الناشئين، دايما معانا، متواجد، موجود معانا في الاشبال، بيدعم الاولاد الصغيرين، دايما داعم ليهم، بيشجعهم. لو عايز افتكر لاسامه افتكر اخلاقه قبل اي حاجه طبعا، وافتكر ماتش الكاس اللي هو بتاع 4-3 ده، فرحنا فرح جمهور الاهلي كله، وهو شخصيه محترمه بصراحه. يعني انا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا. بالنسبه للكابتن اسامه حسني، هو طبعا كان بالاضافه لانه كان لعيب كبير، واعتقد انه جاب 5 اهداف في ماتش من المتوشه، وجاب جونين بالهيد كان في الكاس، بس برضه مش فاكر سنه كام يعني. وحاليا هو ماسك فريق الشباب وناجح جدا، يعني مقدم للفريق الاول لعيبه ناشئين ممتازين على اعلى مستوى. يعني ابو تريكه، ابو تريكه، ابو تريكه، يباصي، اوه اوه، جول 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 جول. اولا احنا الراجل ده احنا اشتقنا له جدا، تمام، نفسنا حتى نشوفه في الجهاز الفني مره في النادي الاهلي، لانه كان مؤثر جدا في الملاعب مع النادي الاهلي فتره المدرب مانو جوزيه. كابتن اسامه حسني لعيب كبير الحقيقه، واثر جامد مع النادي الاهلي، وكان دايما ممكن يقعد احتياطي او ينزل اساسي، لكن حتى لما كان بيقعد احتياطي كان بينزل ويجيب اهداف مؤثره جدا مع النادي الاهلي. واذكر له طبعا المباراه الشهيره نهائي الكاس مع الزمالك، كان الاهلي مغلوب 3-2 ونزل سجل هدفين مع كابتن مانويل جوزيه، وطبعا ليه اهداف جميله جدا مع النادي الاهلي، ومن الهدافين الكبار في النادي الاهلي الحقيقه، وتاريخ كبير 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 جدا جدا جدا. زي ما بقول لك الإنسان